لو عطس المصلي هو يصلي، هل يجوز أن يقول الحمد لله؟ نعم يجوز يقول الحمد لله ولا حرج، وحتى يجوز أن يطلع الكلينكس ما في حرج يجوز، وهذا للضرورة لا حرج أنك تتحرك. ترى يا إخواني يجوز وأنت تتوضأ تغسل إيدك مرة، تتمضمض مرة، كل أعضائك مرة، والحديث في البخاري يجوز مرتين مرتين مرتين، ويجوز ثلاث ثلاث ثلاث، لكن الأذن والرأس مرة واحدة، يجوز مرة أو ثنتين أو ثلاث. يعتقد البعض من الناس للأسف قبل كل وضوء لازم يدخل حمام ويغسل فرجه إذا خرج منه صوت أو ريح. لا ما تغسل شيء، بس تتوضأ وتصلي، يعني مو لازم أغسل، خلاف السنة، بل جاء في الصحيحين أن الرسول توضأ وصلى. الاعتقاد أن الزواج في شهر شوال أو في شهر محرم أو في بعض الأشهر أنه مشؤوم غير صحيح. الزواج وعقد الزواج في كل الشهور حتى في رمضان عقد الزواج كله صحيح إن شاء الله تعالى. البعض من الناس نشوفه في المسجد لما يصلي يرفع صوته في القراءة ويشوش على الذي بجانبه، رفع الصوت محرم وتشويش محرم أيضا. الأصل أنك تقرأ وتحرك شفتك وتسمع نفسك، ما يجوز تشوش على الناس. يا أخوان ما في كلام تقوله أو أذكار تقولها قبل تكبيرة الإحرام، قبل تصلي تقول فقط الله أكبر، يعني ما أقول شيء، لا تقول شيء، يعني بس الله أكبر، بس الله أكبر وتصلي. أما ترفض بالنية والألفاظ غير صحيح. يجوز وانت تصلي تتحرك للحاجة، مثال واحد اتصل عليك تسكر الجوال، واحد طق عليك الباب تتقدم وتفتح الباب، انا قاعد اصلي وناس بتمر تتقدم او تروح يمين او يسار، الحركة هذه جائزة للضرورة ما في حرج. ساعات يضطر الانسان ان يصلي بروحه، هل لازم انه يقيم الصلاة؟ اذا قمت الصلاة ولو كنت بروحك صلى معك ملكان كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو صليت بدون اقامة الصلاة صحيحة، لكن اقم الصلاة. أحب أبشر كل واحد يترك بيته وتجارته وزوجته وعياله يروح يصلي مع الجماعة، أجرك عند الله تطهر ببيتك وتمشي إلى المسجد أجر حاج محرم، شوف الأجر وصل مع الجماعة. البعض يسأل يقول ما حكم التعطر أو التطيب من طيب فيه كحول؟ يجوز أني أصلي فيه؟ يجوز أن تتعطر بعطر ولو كان فيه نسبة كحول، ما عليك حرج إن شاء الله تعرف طيب ورصل مع الجماعة. للأسف نعرف ناس تحج وتعتمر وتصلي، لكن المؤسف والله العظيم إنها ما أثرت بأخلاقهم. أديت الناس بأخلاقك، ترى من علامات قبول عملك يبين بأخلاقك أثر العبادة. في سنة